لهم. النهارده ان شاء الله جايه لكم بفكره برنامج جديده، برنامج بنتكلم فيه ازاي نوفر في ميزانيه البيت، وكمان ازاي نعمل مشروع، المشروع ده يعني يوفر لنا دخل نساعد بيه في مصروف البيت. بس اهم من ده كله ان انا جايه لك على ان انت تكوني سعيده ومبسوطه، فانا عايزاكي تكوني سعيده ومبسوطه، فجايه لك بكام نصيحه كده، وكل حلقه ان شاء الله جايه لك بكل مره بنصيحه يعني قويه جدا. اول نصيحه وخاصة لستات البيت العرايس الجداد اللي لسه يعني بشوكهم لسه ما خدوش الخبرة، اول حاجة يا حبيبتي اوعي 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 تسألي جوزك تقولي له هناكل النهاردة. على فكرة الكلمة دي بيعتبرها ان هي واقف قدام طالب، واقف قدام مدرس، والطالب ده مش مذاكر وفي امتحان شفوي، فهيرد الاجابه التقليديه النموذجيه جدا اللي هي اي حاجه، فانت هتتعصبي، فبلاش تسالي السؤال ده يعني من مصلحتك. تاني حاجه، لو حضرتك فكرتي كده في يوم من الايام تصبغي شعرك اصفر وتحطي لينسز اخضر، فما تتوقعيش ابدا انه هياخد باله، لا اصل هو عنده مرض اسمه الزهايمر فمش هياخد باله اطلاقا، فاوعي انت هتعمليه عادي، بس بصي يعني انسي ان هو ياخد باله عشان ما تتعصبيش. تالت حاجه، كل الناس عندها حواس، يعني كلنا عندنا الخمس حواس عادي، الراجل بقى لا ما عندوش الا حاسه واحده بتشتغل بس. يعني عندك مثلا لو هو بياكل وجيتي اتكلمتي معاه في موضوع، هي حاسه التذوق بس اللي هتبقى شغاله، حاسه السمع دي بتبقى عطلانه شويه مش عارفه ليه. لو انت عندك لمبه بقى في البيت عايزه تغيريها او طالبه سباك، فحضرتك قدامك مثلا ست اشهر كده على بال ما يتنفذ طلبك، فاذا طبعا بقى انت لازم تزني مع الزن بقى، لو حصل الموضوع ده قبل الست اشهر فانت تعتبري ست بروفيشنال. طبعا دي شويه نصايح بسيطه كده على اساس ان انت ما تتعصبيش وتبقي ست بيت هاديه وريلاكس وتمام، لان عمود البيت هو ست البيت. والنهارده بقى جايه لكم بست بيت، بصوا انا يعني اقل ما يقال عنها كده ان هي ست بيت شاطره قروبه، يعني بجد بمعنى الكلمه. الست دي فكرت في مشروع، يعني انا استوقفني، يعني هي الست دي فكرت في حاجه لو فكرتوا فيها كده هتستغربوا، بنستخدمها في كل الاوقات. يعني مثلا في البيت هتلاقي نفسك بتستخدميها، في المطبخ، في اوضه النوم، في المكتب، في عارفه وانت ماشيه في الشارع بتبقى معاكي، في الحمام. واللي عجبني كمان في مشروعها انه اقتصادي جدا جدا. معانا النهارده ست بيت قروبه شاطره، معانا اسماء. ازيك يا اسماء؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. انا وانا كده بعمل بدور كده في المنتجات بصراحه، انا يهمني المنتج لست البيت يكون اقتصادي. فانا وانا بعمل سيرش كده وبدور لقيت منتجك هايل واقتصادي جدا، يعني يعني انت شاطره قروبه، يعني فكرتي في حاجه كل البيت بيحتاجها، يعني كلنا بنحتاجها. فعايزاكي كده تشرحي لي المنتجات الجميله اللي انت جايباها معاكي دي، وتقولي لي اسعارها وهل متعقمه، يعني قولي لي كده، احكي لي منتجاتك عباره عن ايه. اولا المهم جدا نسبه التعقيم دي، فاحنا عندنا التعقيم ده اساسي يعني. تمام. الحمد لله الموضوع ده مهم جدا 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 بالنسبه لنا. تمام. بالنسبه للمناديل اللي احنا بنشتغل فيها، احنا بنشتغل في كل انواع المناديل، يعني كل ما تتخيليه عن المناديل هو تبعنا. لا وكمان انا شايفه هنا حفاضات اطفال، وفي حفاضات لان خدوا بالكم حفاضات الاطفال دي يعني انا بحس ان هي بتاكل من ميزانيه البيت. هي يعني انا دايما لما بيجي لي الاسئله بتجي لي تقول لي انا عايزه اعمل ميزانيه للبيت وعندي بيبي مثلا او اتنين توام وحاجات كده بيحصل لنا، دي بتاكل ميزانيه البيت. انا بقى جايه ده انا عايزه اعرف تمن ده ايه ونظامه ايه، ويعني بصراحه انا شايفه منتج هايل بصراحه، يعني انا شايفه منتج. احكي لي كده اسماء، احكي لي. حفاضات الاطفال هي سعرها طبعا قليل جدا، هي حوالي 40 جنيه. كم قطعه بقى؟ حوالي 40 42 حفاضه. تمام قوي، يعني اقل من الحفاضه اقل من جنيه. كل ما تكون الحفاضه سن صغير كل ما يكون العدد اكتر. تمام. فهنا يعني احنا مثلا بنتكلم على اللي معانا ده، ده رقم 2 حديث ولاده، لسه حد مولود. ده بقى ده عامل قد ايه فلوس؟ ده بقول لك 40 كله مقاس. لا يعني القطعه تعمل كام فلوس؟
اقل من جنيه لو حسبتيها، اقل من لان هو جنيه. اقل اه اقل يعني من انا جنيه، انا بدور ان انا عايزه هنا اعمل ب 42 ميزانيه لست سوق. البيت، عايزه اعمل ميزانيه لست البيت توفر. يعني انا عندي القطعه دي اقل من جنيه، اه يعني البيبي لو بيستهلك في اليوم 3 قطع يبقى انا بستهلك في اليوم 3 جنيه بس بحق قطعه واحده او بثمن قطعه واحده من اللي انا بشتريها من بره، تمام صح كده؟ طب تمام ده كويس، يعني ده موفر. غير ان هو من ناحيه التعقيم حضرتك بقى، لا طبعا اه يعني يعني الناس اللي اتعاملت معانا هم فاهمين كويس قوي تمام الفوضى بتاعت حفاظات الاطفال بتبقى عامله ازاي يعني. تمام طيب بالنسبه بقى للمناديل، اه المناديل، المناديل انا بقى انا عايزه الحاجات بتاع البيت، المطبخ اكتر يعني. بعد اذنك كده اديني اه واحده من بتاع المطبخ كده. بقى المطبخ مثلا ايوه ضروري الرولات بتاعت المطبخ. ايوه ده بصي بقى رول كده المطبخ ده جميل. انا يهمني ان هو يكون يعني انا لما اجي استخدمه على الرخامه كده، لا اه بصراحه يعني بيمتص ميه. ده انا كنت عايزه اجربه، شديد لان الامتصاص. التجربه خير دليل. ده انت وانت بالنسبه ماسكاها تحسي بالخشونه اه بتاعت بالظبط الايد. فعلا ده حقيقي. اه وبعدين كمان القطعه صغيره، يعني انت ممكن تقطعيها اقل من القطعه دي، يعني هي بيبقى كده يعني. ده كمان موفر لو يعني، حابه مش حاجات قطعه كبيره صغيره اكتر من تمام. اللازم. تمام ده بالنسبه للمناديل المطبخ. بكام بقى اسعار مناديل المطبخ دي يا اسماء؟ هنا احنا بنستخدم دايما كيلوهات، فكيلو هنا بيبقى ب 30، كيلو ده في حدود 30 تمن جنيه اه 30 جنيه كام رول بقى؟ ده 8 بقرات، 8 تمن بقرات. بقرات وساعات بيجيب 9 على حسب تقل تمام البقرة. هو بالوزن، انت بتبيع اه لان بالوزن، ده بالوزن كله بيطلع هنا ده كويس بالاوزان قوي قوي. كلها في الكيلوهات. طبعا ده اقتصادي اكتر، ده رول مطبخ اقتصادي اه في اكتر، ناس بقى ده رول مطبخ اقتصادي اكتر. اه يعني هنا ده حجمه الضعف تقريبا، لا بالعكس اقل. ده اقل من اه يعني ده سعرها 28، في ناس بتحب الرول كبير. تمام. هو يعني ده حبها الاقتصادي لكده، اكتر، اللي هو الرولات الاكتر اللي هو الثمان في رولات ده. ناس بتحب الرولات الصغيرة وفي اه ناس بتحب الحجم الكبير ده تشتغل بيه، فده حق تمام أذواق. تمام تمام بالنسبه بقى للمناديل دي، مناديل جيب جميله قوي ما شاء الله، اه دي دي مناديل مناديل جيب. جيب اه كده. ورينا كده اسماء، فرجينا كده على شغلك. يعني انا معجبه بيكي جدا يا اسماء، لانك نموذج مشرف لست البيت اللي بتحاول تساعد. يعني انا وكمان انت اخترتي يعني منتج اه جميل. وريني كده، جربي كده. ده مناديل جيب اه يعني ولاده رايحين المدرسه كده. بدل بقى ما حضرتك بقى يعني ايه اه هنا طبعا ده توفيره في يعني طبعا السعر برضو كام بقى قليل. سعره، سعر منديل الجيب؟ سعر الجيب الكيلو 32، الكيلو ده يعني مش عارفه اقول لك قد ايه كيلو كميه، 32 جنيه 32 يعني جنيه كام مثلا باكت زي ده ده كده؟ مثلا ده ربع ويمكن اقل من ربع، ده اقل من ربع يعني الكيلو كيلو ب 30 و 32. الكيلو. اه الكيلو ب 32، اه وهو يعني بتبقى حضرتك الشنطه مليانه بالمنظر ده، بتبقى تمام مليانه كميات كده، فانت ممكن انك انت تدي شنطه زي كده. احنا بنعملها بالاجزاء دي كده علشان لو انت حابه تستخدمي جزء جزء يعني، مش بالظبط. والولاد كمان بياخدوها في المدرسه، دي جميله وبعدين جدا يعني. الاولاد انت بيهلكوا المناديل. صحيح صحيح. طيب بالنسبه للايه تاني عندك، ايه تاني من المنتجات اللي عندك؟ اه حمام بكر الحمام بعد اذنك كده اشوفه. تمام. جميل بكر حمام وناعم كمان. اسعار بكر الحمام ايه يا اسماء؟ 29 29 الكيلو. كيلو. الكيلو يعمل كم بكره تقريبا؟ 10 بقرات 10 تقريبا، بقرة 9 10 بقرات. الكيلو اه وبرضه يعني بيطلع بنفس ال الكيلو 8 اه 9 10 بقرات اه الكيلو. لا ما شاء الله منتجاتك جميلة جدا وموفرة جدا جدا جدا، وده اللي يهمني على فكرة، ان انا بحاول اساعد ست البيت بمنتجات اقتصادية وموفرة. بس كمان يهمني ان انا اعرف الفكرة جات لك ازاي علشان تكون يعني مثال لستات البيوت التانية. طبعا هي الفكره جات لي ان انا يعني لقيت عندي وقت استهلاكك فراغ. اول طبعا استهلاكي اه اكيد للمناديل اه بشكل غير طبيعي، انا اكيد طبعا. اكتر واحده بستهلك مناديل ده بيتهيألي كل ستات البيت بيستهلكوا مناديل. ما اعتقدش حد زيي. وبعدين بعدين لما الموضوع عجبني بدات الناس حواليا يعني بدات انا بقى اطور نفسي، احاول ان انا اجيب انا الشغل ده. ايه رايك يا صاحبتي، ايه رايك، مش عارفه مين اه اللي هو العالم صح الصغير اللي حواليا ده، تمام. فلقيت كله بقى بيستجيب للموضوع. وفجأة كده والطلب زاد عندك، اه طورتي من نفسك بقى اسماء.
حبيت ان انا اشتغل اللي هو الاونلاين، يعني طبعا على فكره ده الميديا الجديده. كل ستات البيت تقريبا بيشتغلوا مفيش اونلاين. واحده ست ما بتقعدش على الفيسبوك. صحيح صحيح، هو اكثر انتشارا كمان. بالظبط. فانا حبيت يعني ان انا بدل ما انا قاعده كده مش لاقيه حاجه اعملها، طب ما انا تشتغلي اوضح الموضوع وابين شغلي واشوف الدنيا دي. والاسعار جميله جدا جدا جدا، ممتازه صراحه بجد. طيب انا عايزاكي بقى تقولي لي نصيحه لست البيت دائمه الشكوى، طول الوقت تشتكي ان مصروف البيت خلص، وان هي يعني مصروف البيت مطلباتها كتير ومصروف البيت قليل. انا عايزاكي بقى تديها نصيحه تعمل ايه؟ ايه الفكره او النصيحه اللي تديها لها عشان تزود من مصروف البيت؟ هو ما فيش ست ما عندهاش حاجه مش موهوبه فيها خالص. صحيح، انا معاكي في ست معاكي. موهوبه في المطبخ جامد جدا، صحيح صحيح، اللي موهوبه في الخياطه حلو جدا. بالظبط. انت ممكن تستثمري كل حاجه من الحاجات اللي في ايدك دي، تعملي منها اي حاجه في البيت، بالظبط. وهتزود لك دخلك، هتزود لك وهتضيع لك وقتك، هتضيع وقت عندك كبير، بالظبط. هتحسي انك بتعملي حاجه. وده احنا اصلا هدف البرنامج، يعني احنا برنامجنا هدفه ان احنا نوفر مع ست البيت ان هي تعمل اي حاجة تساعد بيها، حتى كمان تحس بنفسها، يعني يبقى لها علاقات. يعني معظم ستات البيت قاعدين في البيت طول النهار، حتى عشان نفسيتها تبقى مبسوطة كده باللي هي بتعمله. اسماء، يعني غير المنتجات دي، كنت قبل ما توصلي دي اكيد مريتي بحاجات كتير عملتيها، يعني لحد ما وصلتي للفكرة دي وطورتيها وكبرت معاك، ولا اول ما فكرتي نجحتي على طول؟ لا طبعا، مفيش حد بينجح على طول. صحيح. الاول ما كانتش كده خالص، صحيح. وكانت حاجات عاديه جدا وكميات قليله جدا. يمكن كانت البدايه معايا 4 5 كيلو كده، يا ترى دول هيمشوا؟ معقوله هيطلعوا مش صح هيطلعوا صحيح. الدنيا دي؟ وبعدين بدانا نغير بقى في الشكل شويه، ازاي الاول الكيس بقت تبقى بيضه خالص شفافه، ازاي اقدر اقفلها بطريقه جديده. ايوه التغيير دايما، تمام، التغيير دايما في ال في المنتج نفسه. تمام. طيب بالنسبة بقى للتسويق، هل لقيتي صعوبة في التسويق؟ لا خالص، مفيش صعوبة في التسويق. لا خالص، ما كانش فيه صعوبة في التسويق. الموضوع بالنسبة لي كان جديد خالص، وكان الموضوع بالنسبة لي جديد، وبدأنا التسويق واحدة واحدة، والدنيا مشيت واحدة واحدة. وعندك بقى موزعين؟ عندي موزعين. الموزعين دول اغلبهم سيدات على فكره. وده والله يعني معظم اغلبيه الموزعين عندك ستات سيدات. طيب ازاي بقى؟ يعني انا كنت عارفه ان عندك مفاجاه عايزه تقوليها للمشاهدين بتوعنا والستات البيت اللي عندنا في البرنامج. طب يا ترى ايه هي المفاجاه؟ ان انا كنت محتاجه موزعين فعلا من المحافظات. اي واحده ست محتاجه انها تشتغل ومحتاجه انها توزع، انا محتاجه موزعين للمحافظات من عندها، يعني من المكان اللي هي فيه. تمام. يعني كمان اسماء بتعمل لنا فرصه عمل. لستات البيت قدامك فرصه عمل كبيره، تقدري توزعي المنتج ونجيب لك موزعين. يبقى اي ست بيت شايفانا النهارده نقدر نقول لها ان انت اسماء جايبه لك فرصه عمل هايله، ان انت تشتغلي معانا من خلال اسماء. اتمنى اسماء ان المنتج كده وستات البيت اللي معانا كلهم ان شاء الله يوصل لهم طلبك. وطبعا محدش له حجه، انا جايبه لك المنتج اقتصادي وجايبه لك فرصه عمل، يعني مفيش اي حجه خالص لاي ست بيت تقدري تنفذي الحاجه. و كل حاجه قدامك زي ما انتم شايفين، اسعار جميله جدا. يعني انا متفاجئه ان يكون قطعه الحفاضه ثمنها اقل من جنيه، يعني انا متفاجئه صراحه اسماء. يعني انا دايما بيجي لي التعليقات الاكتر حاجه واكله الميزانيه زي ما بيقولوا، او يعني فيها استهلاك في الميزانيه، هي حفاضات الاطفال. الحفاضات فعلا بتاع الاطفال، يعني كميه الاستهلاك فيها، كميه الاستهلاك اللي فيها رهيب. طب المقاسات يا اسماء؟ كل المقاسات موجودة، المقاسات الكبيرة واللي هي لحد 5 و6 و3 و4. يعني انت عندك طب انا اكبر مقاس بقى؟ اكبر مقاس اللي هو الخمسة. الخمسة عامل كام؟ الخمسة ده يلبس مقاس سن كام؟
المقاس الكبير اللي هو 8 شهور و9 شهور ويعدي، اللي هو اللي هو البيبي اللي هو لما بيمشي ده بيبقى في حدود قد ايه؟ انا نسيت الموضوع ده، سنه وشويه. سنتين تقريبا. اه كده. يعني بتهيألي بعد كده بقى ما بنخلص ما بيلبسوش الحفاض. اه سنتين تقريبا. كم سعره بقى اسماء؟ برضو نفس السعر. نفس السعر. اه يعني المقاس اللي بنفس السعر، المقاس الصغير نفس سعر الكبير. نفس سعر الكبير. يعني بصراحه انا شايفه ان لكل ست بيت. انت ما عندكيش حاجه، انت بتقولي لي انا عايزه منتج يكون اقتصادي ونظيف وهايل. التسريب يا اسماء؟ لا لا انسى. التسريب يا اسماء ولا الحساسيه؟ التسريب اه، مفيش. ما انا ما اوفرش في الحفاضه واجيب مراهم. لا لا التسريب ولا الحساسيه. والحساسيه لا لا انا مش هتلاقي الكلام ده خالص. اه ما شاء الله. يعني ما هو اكيد طالما يعني ما دام الاستهلاك عالي، اذا الناس كتير جربته، اذا عليه طلب، فده في حد ذاته يعني بيأكد كلامك ان جودته عالية. لان لا ما ت... يعني زي ما انت شايف، مش عايزه اقول مركب، بس هو فعلا لا هو يعني فعلا فعلا هنا كمان دي حواجز التسريب اهيت اه موجوده، موجوده من تمام. حواجز التسريب. وكمان عندك هنا كمان مناديل المطبخ. يعني انا مبهوره بصراحه، الاسعار رهيبه، الاسعار رهيبه. بصي يا اسماء، انا مبسوطه جدا جدا بوجودك معايا. انا هناخد فاصل كده بسيط ونطلع ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله، ونعرض مع بعض المنتجات الجميله دي. ميرسي قوي. الله يخليك. ورجعنا لكم بعد الفاصل حبايبي، وما زالت اسماء معانا مشرفانا في الاستديو، وجايه لكم النهارده بقى بفكره مشروع. زي ما انا اتفقت معاكم، فكره مشروع يدوي يزود لك دخلك. انا دلوقتي جبت لك اسماء، جابت لك منتج اقتصادي هيوفر لك جدا، وكمان انا جايه لك بفكره مشروع. غير طبعا الاسماء طلبت وكلاء وموزعين. يعني حضرتك لو لك اخ او اب او حضرتك فاضيه، ممكن تعملي لك صفحه على الفيسبوك تعرضي فيها الشغل اللي اسماء عرضته قدامنا. وزي ما انتم شايفين كان سعر اقتصادي جدا، والمنتج بيتكلم عن نفسه. اسماء منتج اقتصادي بالفعل وعليه طلب، وهي عايزه وكلاء لكل المحافظات. يعني انت ما عندكيش حجه. ورقم اسماء زي ما احنا سايبينه على الشاشه للتواصل بعد الحلقه. عندنا هنا بقى مشروع يدوي بدون امكانيات، يعني اي حاجه في البيت تقدري تعملي منها المشروع الصغير صغير قوي ده. وكمان بنوفر لك يعني اماكن التسويق. يعني حضرتك لو عملتي المنتج بجوده عاليه، انا كمان اقدر اوفر لك اماكن التسويق ان انت تسوقي فيها يعني اي كميه انت عايزه تعمليها، بس تطلعي جودتها عاليه. احنا تحت امرك هنسوق معاكي. بصي بقى حبيبتي، المنتج ده سهل قوي قوي قوي. انا جايه لكم النهارده بمنتج بقى الشيء لزوم الشيء. يعني هنا عندنا مناديل السحب اللي اسماء جايباها. قلت لي اسماء المناديل السحب دي ثمنها كام؟ 35 اللي هو الكيلو. 35 بما يعادل حوالي 6 باكيتات 550. بصوا بقى مناديل السحب دي يعني احنا كلنا بنستخدمها في البيت. بصوا انا بقى هنعمل ايه، هي بصي هي بتشد بتسحب بعضها كده. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل العلب بتاع المناديل اللي هي بنحط فيها مناديل السحب دي. العلب دي حبايبي سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش حاجه. انا هقول لكم الفكره عشان وقت البرنامج، لكن انا عاملين فعلا نموذج عملي كده. هقول لكم التفاصيل والاسعار وقد ايه هي مربحه. شوفوا انا عندي هنا دي القطعه دي بتشتريها من اي محل، ولو ما عرفتيش تتواصلي مع محل بيبيعها، انا ممكن في رقم تليفوني متسجل عندك على الشاشه، تقدري تتواصلي معايا واقول لك المكان تشتري منه فين بالظبط. القطعه دي حبيبتي جملتها 8 جنيه. العلبه دي بالعلبه دي، ده باسكت بيبقى كده بيتحط في الانتريه عندك او في الليفنج، وده علبه مناديل. علبه المناديل دي بتبقى جرايه كده بنحط فيها المناديل وبنبدا نزينها بطريقه سهله جدا. يبقى دي عندنا دي ب 8 جنيه زي ما اتفقنا. وعندنا بقى الاقمشه. الاقمشه دي طبعا ما تشتريشي
بالمتر، انت هتشتري بالكيلو. المقمشه دي بتروحي اماكن بتشتري منها اي نوع قماش بالكيلو. الحاجه الوحيده صراحه اللي انا اشتريتها بالمتر كانت اللي هو ده القماش الجليتر، ده هو الوحيد اللي انا اشتريته بالمتر، كان المتر فيه ب 10 جنيه. اي قماش تاني من ده بالكيلو، يعني بتبقى تتراوح سعر الكيلو فيه من 10 ل 12 جنيه، بس بيعمل لك كميه كبيره جدا. بتبداي تجيبي المسدس الشمع بتاعك عادي، مسدس الشمع زي ما انا يعني زي اللي انا جايباه ده كده. مسدس الشمع ده يفضل ان انت تجيبي اللي هو فيه زرار بايد ويطفي كده، علشان ما يستهل يعني ما يتحرقش منك بسرعه، يبقى جودته عاليه. وعلى فكره وجوده في البيت مهم جدا، يعني بتقدري تعملي بيه كذا مشروع وسعره رخيص جدا. وبنبدا نجيب بقى حاجات كتير، اقمشه عندنا استرس زي اللي احنا شايفينه في الطبق ده، كيلو الاسترس من ده ب 25 جنيه وب 30 جنيه، يعني احنا بناخد بعض وحدات كده، بنغلف السبت بالقماش ونحط عليه الاسترس الشرايط اللي زي ده، بنقص الشرايط زي دي كده ونغلفه بالشمع السيليكون، يبقى غلفنا بالقماش الاول وبعدين حطينا الاستراس. ونعمل وردات من الستان، طبعا انا هعملها لكم في حلقه وردات الستان دي. طب انا لو ما بعرفش اعمل وردات الستان، ممكن نجيب ورد جوبير زي ده كده، سهل جدا، بيجي من اي محل خردوات بنجيبه، وبنبدا نحط اشكال على العلب منه ولولي واستراس. يعني بصراحه هو سهل جدا، لو حسبنا تكلفته هتلاقي تكلفته بسيطه قوي. يعني عندك الباسكت بعلبه المناديل 8 جنيه، الاقمشه هتاخد ربع كيلو، ربع متر قماش يعني 2 جنيه، استراس 2 جنيه، شمع سيلكون كل التكلفة تقريبا 6 جنيه و8، يبقى تقريبا كام؟ 8 و6 كام يا اسماء؟ 14. 14 جنيه انت بتوزعيه، الطقم ده بيعمل 30 جنيه جملة، يعني حضرتك بتكسبي، هنقول ان هو بيعمل 15 جنيه هتوزعيه ب 30، يبقى الطقم كسبتي فيه 15، يبقى انت كسبتي فيه 15 جنيه. لو عملتي 20 قطعه في اليوم يعني مكسبك 300 جنيه، وبيتهيألي ده مشروع سهل جدا 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 بربح 300 جنيه يومي. ولو عملتي اقل من كده 10 قطع يعني 150 جنيه في اليوم، يبقى انت مالكيش اي حاجه ست البيت حبيبتي، انت معاكي مشروعك. لو ما قدرتيش تسوقيه احنا ممكن نسوقه لك من خلال فريق التسويق بتاعنا، وكمان عندنا منتج اقتصادي جدا اللي هو منتج سولو بتاع حبيبتي اسماء الشطوره اللي عملته من خلاله وهي قاعده في بيتها، منتج اقتصادي جدا جدا للغايه. يعني حضرتك انتظريني في برنامج ست البيت، وكل اسبوع يوم الاحد الساعه 1:30 من خلال قناه الصحه والجمال، هنجي لك كل مره بمشروع منتج اقتصادي وكمان مشروع هيفيدك ويزود دخلك. حبيبتي ست البيت، انا شايفه ان انت ملكيش اي حجه، عايزاكي تكوني مبسوطه، انبساطك بيعود على البيت كله، انت عمود البيت، انت الاساس، طول ما الاساس كويس البيت كله هيبقى كويس. انا مش عايزاكي تشتكي، مش عايزاكي تحطي ايدك على خدك، في ايدك تعملي اللي انت عايزاه. ولو ما كنتيش بتقدري تعملي حاجه، انا قبل كده قلت لك لو ما تقدريش تعملي اي حاجه تقدري تعملي ولو شويه خضار في البيت. انا سعيده جدا بوجودي معاكم، وسعيده بوجودك قوي يا اسماء، واتمنى ان احنا نكون افدناكم. انتظروني يوم الاحد القادم ان شاء الله على قناه الصحه والجمال، برنامج ست البيت مع ماجده شرف، وتابعوني ان شاء الله على قناتي ماجده شرف برنامج ست البيت على قناه اليوتيوب. ومع الف سلامه.